بدايتي كانت بالتسعين. أنا أول جاليري فنون فتح بالأردن، ويعني ما بدي أقول من حظي، لأنه فرضاً كانت الأزمة بالعراق، كانوا مهجرين العراقيين يجوا للأردن، ففتحت الأبواب لهدول الفنانين إنهم يعملوا معارض عندي، زي نور الراوي، إسماعيل فتاح، أهم الفنانين العراقيين أقمت لهم معارض، وكل معرض لازم يكون على هامشه ندوة بحيث إنه تجربتهم ينقلوها للمجتمع الأردني. فهو كان مكان للحوار والتفاعل بشكل أو بآخر. أنا عملت معرض الفنانات التشكيليات العربيات، شارك فيه 9 دول عربية، وجبت ناقدات من مصر أو من العالم العربي شاركوا بنقد اللوحات وتقديم تجربتهم. تاني إشي عملت ملتقيين للنحت بالتعاون مع مهرجان جراش، وكانت من أروع وأجمل التجارب اللي عملتها بالجاليري. يعني هذيك الفترة كانت مزدهرة بطريقة غير عادية، خصوصاً إنه الناس كانت كثير متعطشة للفن والثقافة، فجو ثقافي كله حماس للمعرض وللموجودين. يعني أهم فترة كانت وجودي بجامعة دمشق، لأنه تعرفت على أساتذتي وهم أساتذة كبار درسوا الفن بين القاهرة وباريس أو روما، وإجوا أسسوا كلية الفنون بجامعة دمشق، زي نزير نبعة، فاتح المدرس، فهدول كانوا أصدقائي، وإجوا على بلدنا عملوا معارض وعملوا ندوات واحتفيت فيهم. هو الواحد بمر عليه محطات بحياته، أحياناً بتمر بمرحلة هيك بيجيكي كف بلفك لف، فبتبلشي تطلعي إنه أنا وين، لأمتى بدي أتمني أشتغل للآخرين، لأمتى بدي أكون حاملة السلم بالعرض، أنا لازم أنتبه لحالي. أنا خريجة فنون جميلة، بس بنفس الوقت طول للستين من عمري ما قدرت أرسم لأنه مشغولة بأشياء تانية، فقررت إنه لا، لازم أرجع أرسم. عملي مع النساء، طول عمري بشتغل مع النساء وبآمن بالعمل الاجتماعي وتنمية المرأة، بس قبل 8 سنين قررت إنه أعمل مشروع 3، اللي هو 3 بناتي عملياً 3، وبنفس الوقت 3 هو رمز لكل الديانات السماوية، فسميته بهذا الاسم، وصرت أشتغل مع النساء بالمناطق الفقيرة المحتاجة، نساء الأرامل. فأنا بعتبر ضريبة المجتمع على الجاليري هو عملي مع هدول النساء. الواحد هو مراهق أو هو صغير بيكون بده يغير العالم، بعدين بده يغير المنطقة العربية، بعدين بده يغير الأردن، وبعدين بده يغير عيلته، وبعدين برجع لنقطة الصفر اللي هي الذات الإنسانية اللي هو الأنا. فبرجع لأنه لازم الواحد يحب حاله ويطوف بحبه على الآخرين. فكل هاي القصص، الرموز، الحظ والحب والحكمة عند السلام عند الشعوب، كلها موجودة بالرموز اللي أنا بشتغلها. فبتشوفيها بلوحتي، بتشوفيها بالتطريز، بتشوفيها بالمرايا اللي بعملهم، فكله مترابط مع بعضه، اللي هي الرموز لها علاقة بالعالم، يعني الإيجابية بالعالم. كل اللي بعرفك بعرف قديش علاقتك مميزة ببناتك، الله يحميهم ويخليهم، وقديش هم اليوم عم بتحركوا بشكل كتير مختلف بالعالم، فحدثينا عنهم هيك، كيف بتشوفيهم انت؟ لما تعتبر من أهم المصممين المجوهرات بالعالم، شغلها موجود بمتاحف العالم، عندها هلأ جاليري لها بشنغهاي، كمان جاليري كتير كتير مهم، عندها ورشة ألماس وذهب كمان بشنغهاي، منتشرة أعمالها بأوروبا، يعني بكل العالم تقريبا، ناجحة سعيدة، رموز وادي رم موجودة على الصخر،
البتراء، فدائما بتحب التراث والشعوب وكيف بيفكروا. ريم بتكتب وبترسم، هلا هي بتتبع ورا شغل لما اعلاميا، فرسوماتها كثير كثير حلوه، بتركز على الرسم بشكل اساسي اكثر شيء. فرح مصممة ازياء، درست ازياء، اشتغلت فترة بقصة تدوير الملابس، وهلأ هي عم تشتغل بين الأزياء والموسيقى، بتلبس الفنانين، بتعمل ديكور طبعاً. فكل شغلها وشغفها يعني بالفن بس بطرق مختلفة. بصراحة بعتبر أنا تأثير الجاليري عليهم أكبر تأثير، لأنه أنا لما بستضيف الفنانين وكلهم فنانين كتير كتير مهمين، بناتي بيحتكوا فيهم بيشوفوهم، ف يعني كل هذا الحكي بثري ثقافتهم فنهم عمقهم، فكان تأثير الجاليري، طبعاً أنا اللي بدير الجاليري وبجيب الناس، كتير كبير عليهم. بس هم كمان عندهم الموهبة واشتغلوا على حالهم وعندهم التصميم على النجاح وعندهم الشغف، فكل هاي العوامل بتخلي انه الانسان ناجح. بعدين دائما انا بقول انه البني ادم لازم اول شيء يامن بحاله ويلاقي حدا يامن فيه بتنجح تجربته، فهم بناتي كلهم امنين بحالهم وانا امنت فيهم وشجعتهم ودعمتهم، فطلعت هاي النتيجة ببناتي الثلاثة. الحقيقة إنه الملكة رانيا العبد الله كان لها كتير تأثير علي وعلى الجاليري وعلى دعمي. أول معرض للما للمجوهرات رعته الملكة رانيا، رغم أنه لما كانت بالسنة الثالثة بالجامعة بجامعة اليرموك تدرس فنون، فعملت المعرض وكانت تحت رعاية جلالة الملكة رانيا المعظمة. فهذا الدعم يعني أنا ما عمري بنساه، فأنا دائماً محاطة بالنساء الداعمات بصراحة. برضو الأميرة وجدان لما فتحت الجاليري للآن هي داعمة لإلي وللما وللبنات، يعني إنسانة ما ممكن أنسى فضلها على الجاليري وعلي. نيجي لوزيرة الثقافة اللي هي صديقتي، بتذكر إنه إجاني الطلق أنا كنت حامل بفرح معالي هيفاء النجار. نعم، فكنت حامل بفرح، إجاني الطلق ورحت على المستشفى فوراً، فلحقتني هي والمهندس ملهم زوجها على المستشفى مع باقة ورد. فيعني ما بنسى أفضال هدول الناس علي بأي وقت من الأوقات، زائد طبعاً صديقات كتير مجال الصحافة، فما بنسى فضل أي حدا دعمني بأي فترة من الفترات من حياتي. طب بالنهاية، بنهاية هذا اللقاء اللي إحنا ربما لا نستطيع أن نختصر كل هذه الأعوام من العمل ومن العطاء، ولكن كيف بتقرأي هذه المسيرة؟ الفنون بشكل عام يعني السنوات متغيرة، ما فيك تقيسي إنه من لما أنا فتحت الجاليري للآن. دائماً الفن مربوط بالرفاه الاجتماعي، إنه الناس بدها تكون مرتاحة، مأدية كل واجباتها، بعدين تيجي بتشتري اللوحة. تجربتي يعني إنه أنا ركزت على كل العالم، يعني جبت ناس من أمريكا، من كندا، من مصر، من المغرب، يعني كل تقريباً لبنان، سوريا، كل العالم تقريباً جبت فنانين وعملت لهم، عملت معرض الفن البلغاري، أخذت معرض الفن الأردني لمتحف الشارقة. فيعني بالعكس تجربتي بحسها أنه كتير غنية وممتنة جداً لكل اللي حوالي اللي دعموني ساعدوني وقفوا بجنبي. حوار قصير ولكن مليء وهيك يعني وقريب، فشكراً لإلك. ممنونة جداً إلكم وشكراً كثير لإلكم. الله يخليك. أهلين، هاتي عطا حبيبتي.